والآن وبعد انتهاء جلسة المحاكاة ومع الإيمان الكامل أن العبرة تكمن دوما في التنفيذ، فقد تم التأكيد على أن هناك ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع. وبناء عليها نأمل أن تخرج توصيات هذه الجلسة الهامة من النطاق النظري إلى التطبيق العملي وتوفير كافة السبل لتبنيها من المجتمع الدولي. فإن كنا نتحدث عن حقوق الإنسان دون تمييز، فلا يوجد تمييزاً أكثر من توفير اللقاحات على مستوى النطاق الإقليمي عفواً لكل دولة دون اهتمام أو حرص على باقي الدول التي تفتقد الأدوات لمواجهة ذات الجائحة. ومن هنا وجب على المجتمع الدولي أن يتكاتف من أجل القضاء على أزمة مستجدة أطاحت بالعالم أجمع بكل السبل والوسائل الممكنة. والآن إعطاء الكلمة للسيدة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فلتتفضل. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، Distinguished Delegates، الحضور الكرام، شكراً فخامة الرئيس لثقتكم الغالية. نصرة جديدة للمرأة المصرية تضاف لإنجازات غير مسبوقة حققتها نساء مصر. تشكيل جديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان تمثل المرأة أكثر من 44% من أعضاء. شكراً باسم التشكيل الجديد للمجلس برجاله ونساء. فخامة الرئيس، السيدات والسادة رؤساء الوفود، نثمن غالياً عقد جلسة خاصة لمحاكاة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعبيراً عن الاهتمام بالدور الذي يلعبه هذا المحفل الدولي المهم، وتعبيراً عن المرحلة التي تعيشها الجمهورية الجديدة، والأهم أنها تعبر عن إرادة سياسية رفيعة المستوى لإعطاء الشباب زمام المبادرة تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتعزيز حالة حقوق الإنسان، كما أنها تمثل بداية قوية وملهمة لمبادرتكم فخامة الرئيس بإعلان عام 2022 عام المجتمع المدني، مثلما تأتي امتداداً لدور مصر النشط في قلب الحركة العالمية لحقوق الإنسان، والذي بدأ مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الحضور الكرام، مثلما استمعنا من الوفود، فقد أطاحت جائحة كورونا بكثير من حقوق الإنسان، خاصة للفئات الأكثر تعرضاً للخطر، ومنهم النساء والأطفال ومتحدي الإعاقة والمسنين والمهاجرين وطالبي اللجوء والنازحين وغيرهم. والسؤال كما استمعنا، هل كان العالم مستعداً؟ هل استعدت المنظمات الدولية أو المنظمات الإقليمية؟ الواقع أن الإجابة بالنفي، فقد اجتاحت جائحة كورونا واغتالت الإنسانية، وهي جائحة دولية ولكن غاب عنها التعاون الدولي، مثلما استمعنا لممثل فنزويلا. والآن هناك محاولة لاستدراك ذلك وتعويضه من خلال دبلوماسية التطعيم، وهناك محاولة لاستيعاب قوة كامنة لم نعلم أننا نملكها كبشر، أدركناها خلال محاربتنا لهذا الفيروس اللعين، وهذا ينسحب على جميع الشعوب. استكمالاً للنقاش الذي دار بين الوفود الموقرة في هذه الجلسة،
واتساقاً مع مشروع القرار الذي أقره المجلس الموقر للتو، لدي توصيتين. الأولى، دعوة الدول أعضاء الأمم المتحدة للنظر في تعديل ميثاق الأمم المتحدة باعتبار الأوبئة وتغير المناخ والزيادة السكانية من العوامل التي تهدد السلم والأمن الدولي وتتطلب تدابير لمعاونة الدول النامية المتأثرة. اتصالاً بهذا وفي ضوء ما لمسناه من قصور دور مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة عن التعامل مع هذه الجائحة، نوصي بتمكين الأمين العام للأمم المتحدة من القيام بدوره وفق ميثاق الأمم المتحدة حال عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره بسبب الفيتو، لتمكين الأمم المتحدة من التعامل مع هذه الأزمات الإنسانية. هذا فيما يتعلق بالعالم. ماذا عنا نحن هنا في مصر؟ هل كنا مستعدين لهذه الجائحة؟ ربما كنا أكثر حظاً حيث بدأنا مبكراً بفضل قيادة واعية مستنيرة. 7 مبادرات صحية، منها معجزة القضاء على فيروس سي، 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات، إزالة العشوائيات وبناء مدن حديثة. قطعنا شوطاً كبيراً مهماً في الإصلاح المالي والاقتصادي الهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أطلقنا مبادرة الشمول المالي، وهذه موجهة بالأساس للنساء والشباب وذوي الموارد الضعيفة. دعمنا الصناعات الصغيرة والمتوسطة. تم تخصيص في بداية الجائحة، وكان هذا إجراءً استباقياً، تم تخصيص، قرر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 100 مليون دولار للتعامل مع الجائحة، وتم اتخاذ تدابير مالية واقتصادية وسياسية حمائية لدعم الشباب والمرأة والفئات المهمشة، واستمرت هذه التدابير حتى بعد انحسار الجائحة بعض الشيء. المهم في هذا كله الحقيقة أن مصر قدمت النموذج، وهذا ليس كلامي ولكن هذا تقييم دولي أجرته جامعة جورج واشنطن، أنا قرأته بالصدفة وهو لم يأتي في إطار مديح، ولكن أنا يعني اقتبست منه كلمات محددة، أن مصر قدمت النموذج بالتنسيق الحكومي داخل الحكومة والتعاون مع المجتمع المدني في التصدي للجائحة. فقد تشكلت لجنة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء، ضمت عدد كبير من الوزارات المعنية في متابعة لصيقة يومية لحظية للموقف ومصارحة الشعب وتكييف التدابير الاحترازية وفق حالات انتشار الفيروس. كل من تواجد على أرض مصر تلقى نفس الرعاية والعناية في مواجهة الجائحة. حوالي أو ما يزيد عن 6.5 مليون من اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء ضيوف في وطن لا يعرف مخيمات للاجئين. النتيجة أننا في مصر اكتسبنا خبرة رفيعة المستوى في إدارة الكوارث والأزمات العالمية. هذا الأسلوب الواعي ضمن أننا مستعدون ولدينا المرونة والصمود، resilience, preparedness and flexibility. إذن ما هي الدروس المستفادة؟ أول حاجة، وعي الشعب هو أهم التدابير الاحترازية. 2، الوفاء بحقوق الإنسان دون أي تمييز لأي سبب كان هو أقوى صمام أمان. 3، لن يتمتع أحد بالأمان ما لم يتمتع الجميع به. 4،
إن الحق في الوصول إلى الشبكة العنكبوتية لا ينفصل عن الحق في الحماية من استخدامها للاستغلال أو العنف أو الحض على الكراهية. الأهم إن نجاح إدارة الأزمة لم يقف عند هذا الحد، بل استمرت المشروعات العملاقة ومشروعات البنية التحتية والاستثمار في البشر، ثم مبادرة حياة كريمة العملاقة التي يستفيد منها أكثر من 60% أو 60 مليون من سكان مصر. ولم تحول الجائحة دون استكمالنا الاستحقاقات السياسية بانتخاب البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، وكانت النقلة التي كنت شخصياً أحلم بها حيث تفضلتم فخامة الرئيس بإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. يعني الحقيقة فاق كل التوقعات إن مصر تعلن هذه الاستراتيجية، يعلنها السيد رئيس الجمهورية التزام سياسي على أعلى مستوى، تلاها قراركم الحكيم بعدم مد حالة الطوارئ. واليوم محاكاة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. تحية إعزاز وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد المستنير. تحية للنقلة النوعية التي تسعون لتحقيقها في مجال حقوق الإنسان. يدرك المتخصص والمتابع الملم لخطابكم فخامة الرئيس أنه يعبر عن منهج حقوقي راقي يضاهي المعايير العالمية لحقوق الإنسان. تابعنا كلماتكم القوية والتي تشكل خطوة عظيمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، قلتها صريحة دون مواربة: مسلم، مسيحي، يهودي، هذه حرية، ومن لا يؤمن فهو حر، له رب يحاسبه وليس أي شخص آخر. إنها نقلة كبيرة تبشر بعودة مصر لما كانت عليه من سماحة، دولة تحترم الاختلاف وتبني عليه، فهي مصر رمز التسامح وقبلة الباحثين والأكاديميين والعاشقين لحضارتها وثقافتها وشعبها الكريم. شكرا فخامة الرئيس. شكرا. Thank you, Your Excellencies, Distinguished Delegates. شكرا لكم الوفود الكرام.